نبتدي مع محمد مجدي حمزه او مجدي زي ما الناس بتقول لك يعني او بتنادي لك اهو. تاهيلك ازاي او تاهلت ازاي للاولمبياد ومشوارك كان ازاي وعرفت امتى ان انت خلاص جوه الاولمبياد؟ هو التاهيل فتح 1/27/23 في طريقين ستاندرد برمي فوق ال 21/50 او الرانك بفضل موجود من احسن 32 يعني 21/50 ده ان انت لو جبت الرقم ده فوقيه تتاهل وعاده بيجيبوا بعدد قليل قوي يعني عدد قليل وانا كنت يعني كان 21/10 في اولمبياد طوكيو وانا جبت ساعتها 21/40 ما شاء الله. ف بعد بودابست على طول بدانا في التاهيل. بودابست اللي اتعمل السنه اللي فاتت كانت لعبت في شهر 8 شهر 8 دي كانت برضه مؤهله ولعبت حلو عملت يعني جبت ال 14 ده كان احسن مركز جبته ليا يعني رقمك كان كام وكنت رامي 20/70 وخدت بوينت قوي جدا حلو من ده قربتك للتاهيل قربتني. حسمت التاهيل امتى بقى؟ التاهيل معايا انا كان محسوم من بدري بصراحه يعني انا معايا انا كنت انا على طول يعني كنت على طول من 16 او 17 العالم محافظ على المكان ده فكان معقول بدري بس هو 30/6 الرانك قفل 20/24 2/7 تقريبا اعلنوا عن ال طب انت طب انت كنت عارف ازاي برضو يعني انت كنت لو انت محافظ على ترتيبك العالمي ال 14 15 16 ده انت كده متاهل؟ يعني مثلا انا مثلا كنت 1241 نقطه مثلا ماشي فمثلا الاخير 1190 انه يزيد مثلا 40 نقطه دي محتاج يرمي رقم فلكي يعني. فانت كنت عارف بقى فانا كنت عارف ان الدنيا ماشيه ساعدك بودابست بتقول بودابست اللي انت رحت جايب فيها 20 70 بودابست ولعبت ملتقى في تشيك رميت فيه يعني 21 الا كام سنتي بالظبط حلو اداني بوينت قوي برده طب انت ما جبتش 21 50 في المنافسات المحليه مثلا؟ المحليه لا ولا المحليه هي كانت منافسه واحده لعبتها اللي هي بطوله الجمهوريه وانا بصراحه كنت راجع من بطوله افريقيا كان عندي اصابه في ايدي كده كانت الجله يعني عملت لي جزع هنا يعني. جزع بس ف ما قدرتش تلعب او ما تجيبش رقم وانا بصراحه يعني ساعتها كنت بص على الاولمبياد يعني مش عايز اجازف وانا خلاص طبعا. الحمد لله بنقدر نجيلها في الاولمبياد فمركز على الاولمبياد وخلاص الماتشات دي خلاص الماتشات دي في طريق يعني بس ف يعني في الاخر يعني مع 2/7 عرفنا مين متاهلين وانا دلوقتي قفلنا على نفسنا خالص لحد الاولمبياد حتى وقفت ماتشات خالص يعني وقفت ماتشات خالص انت اول حاجه هتعملها تمرينك العادي اليومي او الحاجات اللي بتعملها او نظامك تمرينك اليومي لغايه ما تروح ان شاء الله مع ايهاب ومصطفى ان شاء الله في يوم السبت هتروح بقى تقفل على نفسك 12 يوم او 13 يوم ان شاء الله لغايه الماتشات ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. طب طمنا على حالتك البدنيه في اصابات في اي مشاكل في ركبتك او سمانتك على ما افتكر كان فيه سمانه صح؟ دي كانت دوت عب بحر المتوسط في الجزائر سمانه صح؟ لعبت بيها كده بس لا الحمد لله من الماتش ده ساعتها خلاص هي كانت اصابه وقتها انما ما كانتش كامله لا مواظب مع دكاتره ودكاتره الاهلي والنادي الاهلي وكده لا يعني الحمد لله ما حصلتش تاني الحمد لله يعني والحاله البدنيه الحمد لله كويسه والنفسيه كويسه بس هو ده ان شاء الله يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمك باذن الله مجدي باذن الله.